حينما يذكر انقلاب صخيرة في سنة 1971 كتقفز للذهن شخصية خطيرة دبرات وساهمات في هذه محاولة الانقلاب الدموية، إنه الكولونيل محمد عبابو. فمن هو عبابو؟ الكولونيل الذي حاول تصفية الحسن الثاني في عز السنوات الرصاص. كيقول عنه جيل بيرو إنه ينتمي لجيل آخر قدوتهم الضباط الشبان الذين زعزعوا في الشرق الأوسط العروش المنهارة، وإذا أريد تحديد نموذج لهم فهو دون شك العقيد الليبي القدافي. في 1968 تم تعيين عبابو بالمدرسة العسكرية هرمومو، وبتخطيطه برفقة المذبوح تم اتخاذ قرار القيام بالانقلاب، وتوجه بأكثر من 1200 ضابط إلى قصر الصخيرات أثناء احتفال الملك الحسن الثاني بعيد ميلاده. كان يوم دموي بامتياز، بحيث أنه تم سقوط ضحايا كثار من بينهم الجنرال المذبوح اللي تم قتله من طرف عبابو الرجل الذي لا يرحم واللي كان كيبحث على الحسن الثاني. كما توجه المقر القيادة العليا والإذاعة الوطنية معلنا النجاح الانقلاب العسكري. فشل الانقلاب بقدرة قادر، وتوفى عبابو بعد ما طلب من ضابط صفي ودعا عقبه أن يقتله. أنا آمرك، هذا آخر أمر أصدره لك، أطلق النار أطلق النار.